السلام عليكم. وعليكم. ها جاهز؟ ايه. السلام. اليوم الجمعة 12 رجب 1444 هجري. يعطيك العافية قويك. هذا عنا. ايش قال لك؟ انا معاكم. اي والله حييك. نظفت اللي شريت فيها ما يسميه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. لكن عندي حمام. بونس كيف حالك مع فعاليات الليله؟ كيف مستعد الليله الرقص الليله؟ رقص؟ لا رقص ما في. اوه خير الحمد لله. سفيان كيف حالك؟ الليلة حفلة الليلة ها؟ ما شاء الله الليلة حفلة عمة عمك عبد الكريم اليوم. الله كويس احتفال. ايوه خلاص يودع الحياة العملية انتقل إلى حياة التقاعد. فك طلعها هذه؟ ابو جاسر هلا حياك الله. شوف بالظلام ها تبين نورها البرد. لا لا خليها. بعدين نقول هذا مين؟ ابو مازن ابو عاصم
منور ابو عاصم. الله ابو تميم. منور ما شاء الله جنبك همام مرافقك همام. طارق الشيخ طارق. ابو طارق. عريسنا الليلة. الله يحييك. ابو انس. هلا ابو. مساء. حياك الله. كيف حالك طيب؟ نورت. بعد بعد اول في الظلام الحين بعد بعد اول الظلام الحين ظلام. ابو عمر ظبط اللمبات ها؟ شوف الهزيمه حقتك الليله ولا هزيمتهم؟ لا هزيمتهم. فوق من هنا ولا Thank you.
الرحمن. ايه عبد الرحمن ايه. الفارس الملثم لا لا شاد الشربة ان شاء الله. ان شاء الله.
ابو طارق عندنا كلمة مسموح. هو يتورط. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذا العمل الكريم. كلكم عليكم تسلمون. ومن كان برنامج ولا برنامج ومن كان باخر. تسهلون اكثر. الاسبوع الجاي. يعجز اللسان عن الشعر صراحة بما قدمتموه. الواحد سبحان الله يفرح بالاجتماعات والاخوه اللي زي كذا. يستاهلون الوالدين ما بيننا، وان شاء الله نجمعنا زي ما جمعنا في الدنيا على المحبه والاخلاص، جمعنا في الدنيا في الجنه. امين يا رب العالمين. يا سلام. صفقوا له موسى. رولاندو يا حركات كده والله مره اقرا فاتحه محمد صور في محلين عندنا فوق سلطان جنب مشتك ابو سلطان خذ الربطه قال الحين خلي خلي وقعدك صوره معهم. شكرا شكرا للجميع. اكبرك اكبرك ابو عاصم. خلاص بكره ابو عاصم وين ابو عاصم وياك مع بعض. اتمنى ابو طارق والاخ الان الكلمه لابو عاصم. أنا عم بدي مبارك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جزاكم الله خير. وهذه من إدخال السرور على المسلمين، فيها إن شاء الله أجر عظيم. والإخوان يستهلون وهذه الحياة. وفيتم وفيتم أبو عمر وأبو مبارك، الله يكتب لكم السعادة. حياة جديدة إن شاء الله. عيد يبغى يتكلم، عيد يتكلم. يلا عيد يلا عيد ايوه عيد يلا عيد اعطينا كلمه عيد. ان الحمد لله مبروك التفوز. ايوه ايش بعدها؟ عقبال عثمان يا بس. شكرا. لا 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 شكرا. ليه؟ مفاز الملك بردان. وانس يلا مست قاعد يلا سوي حفله. ايوه ما قلنا يا عبد الله مش قاعد تسوي. ها مست قاعدون ها عام كم 2030
تحمست على السلطان غير